اصفران اللون حلو الانتصار اتحاد الارض احلالك سند الكل صابر ما مطال الانتظار اتحاد الارض احلالك سند يا اصفران اللون حلو الانتصار اتحاد الارض احلالك سند دون مقدمات لا طويلة ولا قصيرة متخصص الآسيوية الاتحاد السعودي يريد حسم موقعة الذهب بين جماهيره التي رتبت لهذا الموعد منذ إعلان المواجهة المصيرية أمام الأهلي فعد الإسباني كنيدا العدة بسرية تامة بعيدا عن الأعين وهو الذي يتطلع إلى هذا الإنجاز ويبدو أنه سيفاجئ التشيكي يروليم الذي صرح بأنه لو لعب الاتحاد بخمسة مدافعين سنهزمه وسنستغل الارتداد وحسب الأخبار فقد يبدأ الإسباني عاكسا كل التوقعات مهاجما مقاتلا باحثا عن التقدم بكل ما أوتي من قوة مغلقا كل الأبواب بوجه جاره تحسبا للعودة مستغلا عامل الخبرة بالمقام الأول والحماس والعزيمة التي أبداها اللاعبون وعلى رأسهم القائد محمد نور أحد أهم أسلحة ومفاتيح اللعب لدى العميد بتمريرته الحاسمة القاتلة وأهدافه المدروسة وهو الممول والداعم وبتفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية بتصميم وإصرار على حصد اللقب وتقديم كل ما لدى اللاعبين من أجل الفوز وقطع شوط كبير نحو النهائي الذي يتطلب جهدا جبارا من مفتاح آخر وهو أنس الشربيني الذي يمتاز بتحركه وقدرته على التسديد من كل الأماكن بقوة قدميه ومن أمامهم نايف هزازي الذي أراح الجميع بأخبار جهوزيته لهذه الموقعة فتعول الجماهير الكثير عليه برأسه الذهبي الذي لا يخطئ المرمى ومن خلفهم كتيبة الوسط التي قد تتألف من البرازيلي دي سوزا والشربيني والكاميرون مبامي ونور إلى الدفاع الصخري بقيادة المولد الذي حسم مباريات سابقة بتقدمه إلى الشباك ومن أمامه أحمد عسيري وسعود كريري وإبراهيم هزازي ومشعل السعيد ومن خلفهم جميعا مبروك زائر أحمد الآغا صدى الملاعب.